هذه الحلقة تحديداً مغايرة لكل الحلقات السابقة، لأنها تتكلم عن تجربة عملية حقيقية لأمر يهم كل العرب والمسلمين. العرب والمسلمين اليوم في لغة العصر تهمهم قضايا الإعلام وتأثير الإعلام في المسلسلات والأفلام، وخاصة يعني الأفلام والمسلسلات التركية. سنغير اليوم هذا المعنى ونقول يوجد بدائل هادفة ممتازة بنفس المستويات. نحن الآن مع تجربة سمن يولو، هذه التجربة الرائدة في تركيا التي نحن فيها الآن، لنتكلم عن عالم قنواتهم التي أنشأوها من فترة طويلة. سنأخذ هذه التجربة ونثبت أنه يوجد بديل هادف، مسلسلات وأفلام وبرامج أطفال وأخبار وقنوات متعددة وصلت الآن إلى 12 قناة بنفس المستوى العالي الذي يرى في كل العالم من القنوات المميزة والكبرى. نتحدث عن هذه التجربة الرائدة وننقلها إلى العالم العربي والإسلامي حتى يفكر بطريقة عملية حقيقية. Az bile söylüyorum. Beni neyle suçladığının farkında mısın sen? İpleri elimizde. حتى نتخيل مدى التحديات الموجودة في تركيا وإقامة مثل هذا المشروع الإعلامي الكبير، تركيا بلدة علمانية قرابة 100 سنة، يعني الناس تقريبا مفصولة عنها مسألة الدين وأحكام الدين وثقافة وأفكار ما يتعلق بالدين الإسلامي. بدأ هذا المشروع في ظل هذه التحديات حتى يستطيعوا أن يقدموا هذه الفكرة الإعلامية الناضجة طوال 20 سنة الماضية. بدأوا بقناة واحدة بتكلفة 5 مليون دولار، واتجهوا إلى الشيء المهم في حياة الناس، المسلسلات، الأفلام، البرامج، الدراما، لأن هي المؤثرة، ولا يستطيعوا أن يدخلوا في جوانب أخرى ثقافية كما نتخيل في البلدان العربية والإسلامية. هنا الدنيا تقريبا صفر، شبه ممسوحة. من التحديات أنهم هم بيحاولوا في المسلسلات والأفلام يظهروا قضية الصلاة، بر الوالدين، المرأة المحجبة. لم يجدوا امرأة مسلمة تقبل أن تصلي أو تقبل أن تتحجب، تحدي هائل وكبير، يرفضون هذا الأمر، يعني وهم مسلمين، يعني الأمر عندهم كان شبه مفصول. فهذا من التحديات القائمة والموجودة. غيروا هذا الواقع، غيروا هذا الأمر، بدأوا بخمسة مليون دولار، والآن قاعدين يبيعوا هذه الأفلام والمسلسلات شهريا ب50 مليون دولار. يعني هذا النجاح الهائل الذي حققوه، هذه الأفكار التي انتشرت، وسنبين بعد قليل مدى أثر هذه الأفلام والمسلسلات في تركيا على حياة الناس. هذا الآن واحد من الاستوديوهات الموجودة في القناة، لاحظ حتى الكاميرات موجودة، الإضاءات، بس شكله شكل المطبخ لأنه برنامج أصلاً، يعني مطبخ. هذا مقدم البرنامج وفي نفس الوقت هو طباخ. ميزة أيضاً البرنامج اللي اسمه التفاح الأخضر أنه يجيبوا بعض الممثلين، بعض الفنانين يشاركوا في الطبخ مع المسؤول البرنامج ويحيوا اللقاء، يعني مش مجرد ضيع وقت في الطبخ، لا، ضيع وقت ومناقشات وحوارات وتسلية، يعني يحاولوا يتفننوا في إيصال هدف البرنامج، حتى لو كان هدفه طبخ لا يشاركوا معهم يعني آخرين. هذا من الإبداع في هذه القناة. عندك ولاك؟ كبرى شحوب، يلا وراهم. علي علي وقف وراهم. طبعا اخونا قاعد يتكلم عن تجربة الاخبار، الان عنده اخبار رياضية، شايفين الاوتوكيو التلفزيون قاعد يتكلم. ايضا هذا واحد من الاستوديوهات الخمسة الموجودة في شركة الانتاج والقنوات، لاحظ هذه الاستوديو كروما ومسوين حركة يعني فنية،
القطعة خشبية موجودة خلفنا إضافة إلى الطاولة. اللون كما نلاحظ هو لون أخضر، لكن بعد التقديم والتسجيل حتتحول الدنيا كلها إلى عالم آخر. في هذا الاستوديو اللي نحن فيه في تصوير 25 برنامج. هذه صالة الأخبار، لاحظ هنا التلفزيونات الجاهزة مثل كل اللي بتشوف في القنوات الإخبارية. استوديو لطيف خفيف ولكن يؤدي عدة أغراض. هنا قراءة الصحف والجرائد. من الأشياء الإيجابية التي يتكلم عنها أصحاب هذا المشروع الكبير العملاق في المسلسلات والبرامج أنه أحد الممثلين كان ذهب إلى المطار وتكلم معهم مجموعة من الجنود، يقول لقد أفسدتم علينا أموالنا يعني أحوالنا. قال له ليش؟ قال له أصبحت تتكلم عن موضوع الرشوة وأخذ المال بالحرام، أصبحنا نتأثر ونخاف من أخذ هذا المال بسبب المسلسلات والبرامج. الشيء النافع الإبداع في طريقة إيصال المعلومة للناس يؤثر في وجدانها وفي عقولها. والقرآن الكريم كلمنا عن قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لما كان مع بلقيس وأرسل لها رسالة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك صنع لها صرح ممرد من قوارير وقالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الفكرة في الأسلوب، الفكرة في الطريقة. الورقة أوصلها سليمان لكن بعد ذلك صنع لها الصرح الذي يؤثر في وجدانها وفي عقلها. هذا هو النموذج التركي الراقي الذي استطاع أن يصل إلى عقول الناس ووجدانها عن طريق الأفلام والمسلسلات والبرامج، والتي بدأت من قناة فضائية بخمسة مليون والآن تدير 50 مليون دولار شهريا، وصلت إلى 12 قناة فضائية. من إبداعات نفس المجموعة الإعلامية الناجحة إصدار صحيفة اسمها صحيفة الزمان، تصدر يومياً 800,000 نسخة من الصحف، أيضاً الموزعة باللغات المختلفة. 800,000 نسخة فقط بالتركية إضافة إلى اللغات المختلفة الإنجليزية وغيرها. اطلعنا على هذه الصحيفة، فيها التنوع، فيها الأخبار السياسية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك من الصحف البارزة. حنزور هذه الصحيفة ونتعرف على إكمال نجاح هذا المشروع الإعلامي الهادف. من سياسة هذه المجموعة الإعلامية الناجحة إتقان المشروعات والأعمال حتى أنها تفتخر بها وتقدمها للناس من أراد أن يشتريها. عندنا الآن مجموعة الأعمال، شيء خاص بالأطفال وفيها كل الأفلام والبرامج الوثائقية والطفولية اللي سواها، بعضها أشبه ما يكون بمسلسلات وبعضها عبارة عن أفلام كرتون وبعضها عبارة عن إبداعات مختلفة. عندهم أيضا المجموعة الثانية الخاصة بالدراما، كل المسلسلات والأفلام اللي أنتجوها سواء منها تاريخي أو منها عبارة عن شيء اجتماعي أو حتى بعض نوع من زي ما يسموه الآن بلغة العصر البوليسي وغيرها، المهم أنها توصل رسائل إلى المجتمع بلغة إتقانية وتشتريها كبرى القنوات العربية فضلا عن التركية.
عندهم أشياء خاصة بالسياحة والترفيه، أيضا برامج منوعة، وعندهم مجموعة رابعة من البرامج تتعلق بالأفلام الوثائقية، وهي حلقات متسلسلة بعضها تصل إلى 70 وإلى 100 حلقة. كل هذه البرامج الإبداعية اللي قاعد تسويها هذه الشركة نموذج من نماذج العمل الهادف، قاعد تشتغل عليه الناس وقاعد تتعب عليه وقاعد تصدره للآخرين بلغة محترفة وبلغة قوية. هذه هي رسالة هذا العمل الهادف اللي احنا قاعدين نصوره من تركيا ونوصله للناس. يوجد بديل وبديل ناجح، ولكن حتى ينجح هذا البديل لابد له من إتقان العمل وأن يصدر للناس بالطريقة الصحيحة. روحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر وأسير أيامي وأشتوب من للحبيب يجاور. كل يوم جميل جديد به فتحت ورد أحلامنا.